قدير، أهلين ابني، تفضل. لا لا عمي، ما بدي فوت، أنا عم دق لأخي عصمت بس تليفونه مسكر. وين عنوان بيته؟ عصمت بالبناية اللي فيها بقالية حلمي. خير، شو بدك منه عمي؟ ما في شي، بس كنت بدي أحكي معه بموضوع. يلا بخاطرك لازم روح. مع السلامة ابني، مع السلامة. لوين شي نقول؟ لا تتدخل بكل شي. قدير، قدير استنى شوي. ما قدرت أحكي قدام عمك لأنه ما بيعرف شي عن الموضوع. عصمت راح تضيع لأنه قلعوا من الشغل مبارح، ومثل ما بتعرف الرجال ما بيقدر يقعد وصعب كتير يلاقي الشغل هون، فراح أضيع. ليش عم تسأل عنه؟ موضوع مو مهم، لا تشغلي بالك. قدير ليك، أنا وأخي عصمت مثلكن تمام، ما عنا أب وأم، توفوا نحن صغار. كان عنا أخت كبيرة بس ما اهتمت فينا، وأنا ربيته لعصمت. إذا ارتكب غلط أو ساوى شي ممكن تحكي لي لو سمحت؟ لا مو هيك مرت عمي، ما ارتكب أي غلط. ما بعرف شو بدي أحكي لك. لما وقع عاكف بيك أنا ركضت لساعده، ولما كنت رح أطلب الأسعاف ساعتها أخي عصمت قال لي شي. شو قال؟ قال لي تركه يموت. أخ يا عصمت، أخ أخ. الرجال وقع وكان بده مساعدة، وحتى فكرت إنه مات، بس لما شفت أخي عصمت هرب واختفى. ليكي مرت عمي، أنا ما عم حاول أقول أي شي ضده، بس معقولة ما يتحرك ضميره تجاهه؟ لا 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 حبيبي قدير، شيل هالفكرة من راسك. بس مو هن قلعوا من شغله، بيكون كره عاكف بيك وحكى بهالعصبية. أنا أساساً حكيت معه، قال لي إنه نادالك لأنه حكى مع رئيس العمال مشان يشغلك. لكن لهالسبب نادالي؟ ايه طبعاً لهالسبب. هلأ أنت لوين رايح؟ جيب إخواتك وتعوا نفطر سوا. شكراً مرت عمي، نحن فطرنا قبلكم. هلأ أنا رح أخذ أمل ونروح على السوق. رح تروح على السوق؟ أنا سمعت الخبر الحلو، عاكف بيك عطى منحة دراسية للأولاد ووظفك بالمدرسة كمان. ما شاء الله عليك ابني، الله يحميكم. شكراً مرت عمي، بخاطرك. مع السلامة، الله يحميك ويوفقك. شكراً إلك. صباح الخير. صباح الخير. كيف؟ أنت شو عم تساوي؟ ليش قمت من تختك هلأ؟ لأنه بدي روح على شغلي، شو مفكرة؟ بس يا حبيبي قال لك الدكتور لازم ترتاح، ما بصير تروح، أنا ما بخليك. حبيبتي أنا أخذت مسكن ألم وحاسس حالي أني منيحة كتير، وغير هيك في عندي اجتماع مهم كتير، لهيك لا تواخذيني. إيه؟ أنا ما عم بفهم، أنت ليش بهالفترة مهتم بالشغل لهالدرجة؟ فكري لشوف ليش يا ترى؟ اطلعي ببطاقتك الائتمانية بتفهمي ليش عم بهتم بالشغل. ما شاء الله ما عم لحق على مصاريفك انت وولادك يا خانم. لا لا تبالغ عاكف. تفضلي، يلا تفضلي، اجت بضاعة كمان. مشان الله يا حبيبتي انتبهي شوي لانه الموضوع زاد عن حده، ولا عاد تشتروا عن طريق الانترنت. يا قلبي اهدى شوي، هاي سوزان. طلع. حبيبتي سوزان، لا تواخذيني ما استقبلتك على الباب. أهلين فيكم. ساوينا فنجانين قهوة سادة. خليهم 3 فناجين قهوة سادة. حاضر يا بيك. كيف؟ خير إن شاء الله، أنت ممكن ترايح على الشغل؟ إيه، بشرب قهوتي وبعدين بروح، بالنهاية أنا صاحب الشغل. بس مو أنت قلت إنك مستعجل وعندك اجتماع مهم؟ تذكرت في عندي اجتماع مهم، صح. أنا بتشكرك كتير حبيبتي، على شوي كنت رح أنسى الموضوع. معناتها سوزان أهلين وسهلين فيكي، بالإذن لازم روح. تعافيت بسرعة؟ أنا مثل السبع. هاللون حلو كتير. شكراً كتير إلك. إيه والله عن جد كتير لابقلك هاد اللون، رفيقتي الحلوة بيلبق لك كل شي. شكراً خجلتي. نقعد بالصالون. وكن dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden öyle yine de ışık aramakla geçecek.